الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله اليوم راح نحكي عن الـ conversation messages. الموضوع يعني يشمل البوث الـ verbal communication والـ non-verbal communication. ببساطة شديدة جدا وكتعريف بسيط، الـ conversation messages هي الرسائل المتبادلة الحوار. هلأ الحوار بين أي اثنين ممكن يكون face to face أو ممكن يكون online. بعض أنواع الحوارات مهمة على الصعيد الشخصي، بعضها مهمة على الصعيد الاجتماعي، وبعضها مهم من خلال الإطار المهني، زي الحوار ما بين الممرضين، أو الحوار ما بين الممرض والمريض، أو الحوار ما بين الممرض والدكتور. لا، في مراحل للconversation تبدأ بالopening اللي هي الافتتاحية، بعدين الfeed forward اللي هي المقدمة، البزنس اللي هي المين كورس للconversation أو الهدف الأساسي أو طرح الموضوع الأساسي أو المحتوى الرئيسي للconversation. بعد ذلك في عندي الفيدباك اللي هو التغذية الراجعة، وفي عندي الكلوزنج بالنهاية أو إنهاء. كل الحوارات بالدنيا بتبدأ بopening for the conversation، يعني دائما أول خطوة لبدء الحوار اللي هو أو أول خطوة في الحوار اللي هي بدء الحوار. وبالعادة الحوارات بتكون للناس الأكسسبل. مين هم الأكسسبل؟ اللي هم الأشخاص اللي بيكونوا ضمن المحيط اللي احنا بنكون موجودين فيه، زي ما حكينا، إما مرضى، إما أطباء، إما زملاء، وإما other healthcare professionals. للفيد فورورد اللي هي المقدمة بعد الافتتاحية، تمام؟ بالعادة الشخص بيبعث فيها مسجات للأشخاص الآخرين اللي هم السامعين. يعني في عندي شخص بيودي مسج كويس اللي هو السندر، لما حكينا عن الverbal communication، وفي عندي شخص اللي هو الريسيفر اللي هو بيستقبل المسج هاي، تمام؟ فالآن الشخص بيحاول اللي بيودي المسج بيحاول يلفت انتباه السامع للمحتوى الرئيسي، أو بيحاول يعني، أو خلينا نحكي بيحاول يلفت انتباهه للموضوع الرئيسي اللي بده يحكي فيه. فمثلا عبارة Did you know that my family is going for a holiday؟ هي عبارة افتتاحية لا حوار زي ما قلنا قبل شوي سوشيال، تمام؟ ممكن ما يكونش بروفيشنال وممكن ما يكونش بيرسونال مثلا، لكنه حوار سوشيال بين اي اثنين ممكن يبداوا الحوار بالطريقه هاي. كذلك ممكن I have to tell you something about what happened yesterday، بدي احكي لك شو اللي صار امبارح، برضو هذا حوار سوشيال. او الآن بعد ذلك، بعد الفيد فورورد هاي، من أهدافها إنها تفتح قنوات الحوار أو تفتح قنوات التواصل ما بين الأشخاص، كذلك تبين الهدف الرئيسي من المسج، أو أحياناً الألتر كاستنج ورح نحكي عنه كمان شوي، أو الديسكليمر. للأوبنينج شانل اللي هي مرحلة الفاتيك كوميونيكيشن أو السوشيال فانكشن إلها، مثلا زي how are you and nice weather، دائما احنا بنبدأ حواراتنا والله الجو كويس اليوم، كيف حالك، تمام؟ هذا النوع من الحوار أو النوع من الاستفتاحية هذا بتبين على انه الحوار راح يكون friendly، تمام؟ كذلك هاي الافتتاحية بتعطي معلومات للشخص المستقبل عن الشخص اللي بده يحكي أو الشخص المرسل أو اللي هو السندر. بالإضافة إلى ذلك إنه الشخص المستقبل أو الشخص المرسل عفوا بيأخذ فكرة إنه الشخص اللي بده يستقبل الرسالة هاي عنده الإمكانية أو عنده الرغبة بإنه مسجات. لا، الهدف الثاني للفيد فورورد هاي زي ما حكينا انه to preview the message، يعني تبيان الهدف الرئيسي للمسج. فاحنا ممكن نبين المحتوى كويس، مثل عبارة I'm afraid I have a bad news for you، اذا المحتوى رح يكون سيء، تمام؟ زي انت لما بتخبر مريض بانه شخص بمرض مثلا عضال على سبيل المثال، او بعض الاحيان ممكن تحكي له او تبين له اللي هو أهمية المسج اللي بدك تحكي له إياها. فلذلك ممكن تقول له مثلا listen to this before you make a move، لازم تسمعني قبل ما تعمل أي حركة أو قبل ما تتحرك أي خطوة، تمام؟ أو حتى أحيانا تعمل preview للستايل كويس. I will tell you
you all the glory and please send details. برضو كمان بنفس الطريقة أنت جاي تحكي له محتوى سيء أو بدك تحكي له عدم المؤاخذة، يعني زي ما احنا بنحكي بحواراتنا العادية عدم المؤاخذة، إنه والله أنا بدي أحكي بهالموضوع هذا لكن مضطر إني أحكي فيه، تمام؟ فهو بيتوقع إنه الستايل يكون في نوع من التهديد، يكون في نوع من التخويف، أو يكون في نوع من الانستراكشنز. كذلك ببعض الأحيان ممكن البريفيو يكون للكواليتي، مثال you are not going to like this but here is what I heard، تمام؟ أنت مش راح تحب اللي أنا بحكيه لكن لازم تسمع سمعته عنك. أحيانا كذلك في شيء ثاني اسمه الألتر كاستينج. الألتر كاستينج إنك أنت يعني تحط الشخص المقابل، تمام، اللي هو بده يستقبل المسج بمكانك وتبدأ يعني تحاوره بالطريقة هاي. مثال بتقول له لو أنت كنت مكاني شو كنت ممكن تعمل، تمام؟ أو ممكن تسأله عن situation معين وتقول له لو أنت كنت مكان الشخص هذا كيف ممكن تتصرف، أو لو أنت كنت مكان المريض الفلاني كيف كان ممكن تحل مشكلتك، أو كيف تحاور الطرف الآخر. هلأ من أهداف الفيد فورورد كذلك اللي هو الديسكليمينج أو الديسكليمر. الديسكليمر عبارة عن ستيتمنت هدفها الرئيسي إنها تضمن إنه المسجات تفهم بالطريقة اللي بده إياها السندر، تمام، كويس، وكذلك ما يكون إلها أثر سلبي على المستمع، تمام، أو على الريسيفر. مثال in such cases you may use some of the disclaimer to say this may not be the place to say this but، تمام، يمكن ما يكونش الموقف مناسب أو يمكن ما يكونش المكان مناسب للحديث في هذا الموضوع، لكن أنا بدي أحكي بالطريقة الفلانية. أو أحيانا ممكن تقول للشخص just hear me before you hang up، لازم تسمعني، لازم تسمع اللي أنا بدي أحكيه قبل ما تسكر الخط السماعة. هلأ المرحلة الثالثة، احنا حكينا عن الأوبنينج، حكينا عن الفيد فورورد. المرحلة الثالثة اللي هي البزنس. البزنس هو الهدف الرئيسي أو المحتوى الرئيسي للحوار اللي بينك وبين الشخص المقابل، تمام، أو للحوار اللي الرئيسي أو المحتوى الرئيسي بين شخصين، تمام. زي ما قلنا ممكن يكون مريض ومريض، ممكن يكون أنت والمريض، ممرض والمريض، ممكن يكون أنت والشخص الآخر. يعني لو فرضا أجينا على مثال اللي هو بدك تخبر مريض انه والله شخص بمرض سيء، او تخبر مريض انه والله صار حدث سيء لاهله، لواحد من اهله. بالبدايه في اوبننج، كويس، تفوت بتسلم عليه، تمام، بعدين بتقول الفيد فورورد، والله انا مضطر احكي لك الكلام التالي وانت مضطر تسمع مني، لكن انا اسف على الحكي اللي انت بدك تسمعه. وبعدين تقول له انه والله كذا كذا كذا، او هيك اللي صار لواحد من اقاربك، او هيك المشكله اللي صارت. النقطة اللي بعديها إنه بعض الأحيان في بعض المجتمعات، بعض البزنس أو بعض المواضيع بتكون تابو. التابو أو جمعها اللي هو التابوز هي القضايا، تمام، والموضوعات اللي المجتمعات بتحاول تتجنب أنها تحكي فيها، زي مثلا موضوع السياسة، كويس. بعض الأحيان ممكن التوبيك أو اللي هو البيزنس تبع الكونفرزيشن يكون غوسب. الغوسب اللي هي الإشاعات، تمام، وتناقل الأخبار الكاذبة خلينا نسميه، تمام. هلأ الغوسب موجودة بمجتمعاتنا، ويعني لكن كنصيحة يعني يقال إنه لازم الواحد يتجنب الغوسبس، لأنه دائما لما بتحكي بأي موضوع لازم تثبت من الموضوع اللي أنت. هلأ الفيدباك اللي هي النقطة الرابعة في الكونفرزيشن بعد الأوبنينج والفيد فورورد والبزنس، الفيدباك اللي هو التغذية الراجعة، يعني ردة فعل الشخص المستمع، ردة فعل الطرف الآخر، تمام. وهي ممكن تكون فيربل، ممكن تكون نون فيربل. الفيدباك يقسم، ممكن يكون بوزيتيف أو نيجاتيف،
تمام، وممكن يكون person focused أو message focused، يعني ردة فعلك ممكن تكون يعني إذا حدا خبرك بخبر سيء زي ما قلنا قبل شوي، ممكن تكون ردة فعلك باتجاهه هو، تزعل عليه هو، تغضب عليه هو، تمام؟ و يعني يصير في، ممكن يصير في كلاش بينك وبينه، ممكن يصير في violence، تمام؟ أو أحيانا ممكن يكون باتجاه المسج نفسها، إنك تتحزن وتتأثر بالمسج اللي وصلت. أحيانا ممكن يكون immediate يعني بنفس الوقت، وأحيانا ممكن يكون delayed، ممكن يأخذ فترة حتى الشخص يرد. أحيانا ممكن يكون low monitored، وأحيانا ممكن يكون إيش high monitored، يعني ممكن الشخص يهتم بمحتوى المسج بالبزنس تبع المسج، أو ممكن ما يهتم. أحيانا ممكن يكون supportive، ممكن يكون داعم، ممكن يكون إيجابي خلينا نقول، وأحيانا ممكن يكون عبارة عن critical feedback، نقد، لكن النقد هذا في نوع من الحدة كويس، أو أحيانا ممكن يكون في نوع من التجريح أو الإهانة الوقح. المرحلة الأخيرة من الconversation اللي هي summarization، أو اللي هو تلخيص الconversation، اللي هي لا تعتبر مرحلة من مراحل الconversation، لكن فعليا هي ممكن تنضم للconversation أو ممكن تنضم لمراحل الconversation ببساطة شديدة جدا. معناتها إصلاح الأخطاء أو تصحيح المعاني اللي كان ممكن توصل للطرف المقابل وما وصلت بالشكل الصحيح، تمام؟ لذلك الريبيرينج ممكن يكون على شكل excuses، على شكل اعتذارات. مثال: when you do something that others will view negatively, an excuse is said in order to justify your performance. بدك تحكي من موضوع معين، تحكي بقضية معينة، الشخص المقابل إليك ما استقبلها بطريقة إيجابية، أو ما استقبلها خلينا نحكي بالطريقة اللي أنت بدك إياها، لابد أنك تعتذر كويس حتى تعدل من أدائك وتوصل المحتوى اللي بدك إياه بالطريقة الصحيحة. لكن بالعادة الاعتذارات بتعطي نيجاتيف امباكت للمسج، بمعنى انك انت لما بتحكي مع شخص معين لاضلكش تقول انا اسف، لاضلكش تعتذر. هلا بضلك تعتذر وبضلك اسف، معناته انت في عندك مشكله بمحتوى المسج، او بعض الاحيان ممكن يكون في عندك محتوى بطريقه ايصال المسج. هلا ايش الاشياء اللي احنا ممكن نستفيدها من الاكسكيوزز، من الاعتذارات؟ تمام، اول شيء بنحافظ على احترامنا لذواتنا كويس، كذلك بنعطي صورة إيجابية عنا للأشخاص، بنقلل من الاسترس عنا إحنا كويس، وبنقلل من التأثير السلبي لتفاعل الشخص مع المسج اللي وصلت، وكذلك بتحافظ على الانتربيرسونال ريليشنشيبس، أو اللي هو العلاقات ما بين الأشخاص. Please forgive me, I'm really exhausted. تمام؟ سامحني، أنا كثير كنت زعلان أو كنت تعبان كثير، فيمكن ما فهمت المسج اللي أنا حكيتها بالطريقة الصحيحة. لا، الاكسكيوزز أنواع. في عندي أول شيء denial، مثلا I did not do it. تمام؟ كويس؟ وخصوصا احيانا ممكن يكون في نوع من اللاينج او الكذب. تمام، انت ممكن ترتكب شيء معين، او ممكن الشخص يرتكب شيء معين وينكر انه هو اللي عمله. تمام، في قضيه اخرى اللي هو الكونفيشن او الادميشن، تمام، انك انت تعترف بانك عملت شيء معين، او احيانا كويس انه you claim that extenuating circumstances account for the behavior. احيانا الاعتذار ممكن يؤدي وظيفه انه مش انت سبب المشاكل، تمام، لكن فعليا في شيء اخر اثر عليك هو اللي سبب المشكله، او سبب نقطه الخلاف الرئيسيه بين الطرف الاخر. هلا الاكسكيوزز ممكن لها اجزاء او انواع. تمام، ممكن تؤدي هدف اللي هو demonstration that you really see the problem and partner feeling legitimate and justify. انت شايف الخطأ اللي صار بين الحوار بينك وبين الشخص المقابل، وشعور الشخص المقابل بالنسبة للخطأ هذا هو محترم ومقبول ومبرر كويس. كذلك
زي ما قلنا إنه أنت بتعلن مسؤوليتك عن الخطأ اللي صار، وبتعلن كذلك إنك أنت مش خلينا نحكي مش سعيد للخطأ اللي صار، وبتسأل الشخص المقابل إنه يسامحك زي ما قلنا قبل شوي، to maintain the interpersonal relationships، وبالنهاية بتوعد إنه هذا الخطأ يتكرر في المستقبل. هلا هذا الجانب الإيجابي من الأخطاء، كويس؟ زي ما قلنا قبل شوي كان ممكن يكون denial، ممكن يكون denial كاذب، ممكن يكون في عندي fake apologies، تمام؟ كويس؟ بالعادة الفيك apologies تبدأ بإف أور بات. هلا أحيانا ممكن يجي واحد يعتذر لك فيستخدم كلمات كثير تكون too wordy، تمام؟ noisy words، بيدخل لك مواضيع كثير ببعضها، كويس، علشان يبين لك إنه هو مش هو سبب الخطأ. الدليل الآخر كذلك على الفيك apology اللي هو الباسيف فويس، استخدام اللي هو الباست بارتيسيبل، أو خلينا نحكي الباسيف فويس أو الباست تنس. told me to apologize، هم قالوا لي إن أنا أعتذر. or any statement that convey that the action of apology is a result of external pressure. أحياناً أو حتى عفوا دائما الفيك apology is not followed by an action، يعني انت اعتذرت عن شيء معين لكن فعليا ما زلت مستمر بخطأ. مثل على التريكي phrases اللي ممكن تستخدم في الفيك apology: you know I this wording is actually trying to convince you that there is nothing to be upset، you know I did not mean it. okay، احيانا ممكن يكون هاي طريقه ايجابيه بالاعتذار، ممكن ما يكونش فيك apology. مثال اخر: I've already، مثال I've already apologized for that many times. okay، هذا مثال على الفيك apology. I'm sorry that you feeling that way، تمام، هذا مثال على اللي هو good apology statement. أو الإكسبريشن الآخر: I guess I should apologize، تمام، برضو هذا كمان مثال على اعتذار إيجابي. مثال آخر: I'm sorry، okay، the expert called this bullying apology، تمام، bullying apology اللي هو المقصود فيه أنت بتعتذر من الشخص وبتتنمر عليه بنفس التوقيت، okay. المثال اللي قبله ممكن الشخص انه بده يعتذر لكن فعليا ممكن ما يكونش بيعتذر بالطريقة الملائمة، اوكي، فاستخدام التعابير هاي ممكن يكون تريكي، كويس. شو يعني تريكي؟ يعني احيانا ممكن تكون اعتذارات صريحة واعتذارات واضحة واعتذارات صادقة، ولكن أغلب الأحيان اللي بيستخدم النوع هاي من العبارات بيستخدمها للتضليل على الطرف الآخر ولإيهامه بأنه بيعتذر له، هو فعلا ما بيعتذر له. لا، الإفكتيف كونفرزيشن تنقسم لثلاث أقسام، أو خلينا نحكي ممكن نشوف فيها ثلاث أشياء رئيسية أو إلها ثلاث مبادئ رئيسية. أولا ديالوجيك، اثنين ريسيبروكال، والثالث الباور. لا، شو يعني ديالوجيك؟ كويس، ديالوجيك يعني فيها اثنين، يعني involved two persons، زي الكوميونيكيشن تماما، سندر وريسيفر، اوكي، واحد سبيكر واحد لسنر واحد سندر. احيانا في شيء اسمه مونولوج. المونولوج هو مش real conversation، تمام، المونولوج ما في interaction، المونولوج بيركز على الشخص نفسه اللي هو السندر كذلك، وما بيظهر أي نوع من أنواع الاهتمام بمشاعر الطرف الآخر أو بردات فعل الطرف الآخر. إذن الديالوج هو الحوار الثنائي، والمونولوج هو الحوار الأحادي. يعني زي ما قلنا ممكن نكون مثلا البابليك سبيتشز، كويس، اللي هي الخطب العامة، زي خطب الأشخاص مثلا اللي بيكونوا موجودين بالأماكن العامة، النواب، الناس اللي بتعمل speeches، خطابات من هالنوعية. هاي اسمها إيش؟ اسمها لا شو الكاركترستيكس of monologic communication؟
أول شيء negative criticism and negative judgment، تمام؟ يعني هلأ ممكن الشخص هذا اللي بيرسل المسج أو المحاور ممكن يكون في عنده مشكلة، تمام؟ بأنه ما يقدر يوصف الإشي اللي بده إياه بالطريقة المناسبة، فممكن يكون في نقد غير بناء للشخص هذا. أحياناً ممكن يستخدم dysfunctional communication patterns، تمام؟ dysfunctional communication patterns ممكن يكون فيها نوع من الإهانة للأشخاص الآخرين، ممكن يكون فيها نوع من التحقير أو نوع من تقليل أهمية الأشخاص الآخرين. ومن النادر إنه الشخص اللي بيعمل المسج هاي أو ودي المسج هاي المونولوج كوميونيكيشن، من النادر إنه يبذر أي نوع من الطرف المقابل. هلا أحيانا ممكن بعض الدلائل تدلك على إنه هذا الشخص يعني ممكن ما يكون إيجابي في طرحه أو إيجابي في المسج اللي بيحاول يوصلها، إنه ما في عندي cues that you are listening كويس. يعني بتكون قاعد مثلا بمكان عام ماشي، وبيكون حدا قاعد بيحكي وبيخطب وانت ملتهي مثلا بتليفونك او شيء اخر كويس. وكذلك ما في عندك وقت انك تسأل، او ما في عندك طريقة انك تطلب فيها توضيح كويس. واحيانا ممكن بعض الخطباء يعملوا تغييرات بالحوار هذا او بالمونولوج بحيث يوهموك بأشياء إيجابية وهي فعلا مش موجودة على أرض الواقع. okay. أحيانا أخرى they secure agreement with their beliefs or values، دائما بيسعوا لأنهم يجذبوا الناس حتى توافق على آرائهم وهم. الشيء الثاني احنا قلنا dialogic، تمام؟ والشيء الثاني من خصائص الconversation اللي هو reciprocal communication. شو يعني reciprocal communication؟ يعني متبادل ببساطة شديدة جدا، حوار متبادل أوكي، أو تواصل متبادل. يعني الناس they are taking turns، مرة واحد بيكون speaker، الثاني بيكون listener، واحد بيكون sender، الثاني بيكون إيش؟ بيكون receiver. هذا اللي إذا تتذكروا حكينا عنه اللي هو interactional form of communication. إذن conversation it's an interactional form of communication. هلا في عندي شيء اسمه speaker cues، يعني مسجات أنت بتوصلها أثناء حديثك كويس مع الشخص الآخر. مهم جدا تنتبهوا لها هاي وتشوفوا الأمثلة اللي عليها. في شيء مثلا اسمه turn maintaining. شو يعني turn maintaining؟ انك انت بتعطي الدور انك بتاخذ الدور من الشخص المقابل لك اثناء الحوار. مثال inhale breathing to show that you have more to say، تتنفس كويس، او بتحكي معلش، او بتحكي حتى تاخذ الدور انت وتبدا بالحوار. احيانا اخرى في عندي turn yielding. التيرن هيلدينج اللي هو القضية انه انت بتعطي الدور للطرف الاخر بانه يحكي. تيرن مينتيننج انت بتاخذ الدور من الطرف وبتحكي انت. التيرن هيلدينج انت بتعطي ايش الدور للطرف الاخر وبتبدا. في شيء اسمه تيرن ريكويستينج، انت بتطلب من الشخص الدور حتى تحكي. مثال زي open eyes or mouth، انت بتفتح عيونك زي هيك او بتطلع بشكل مباشر بعين الشخص المقابل. او احيانا turn denying cues، يعني الناس بتطلب منك انك تحكي تطلع بعينك بشكل مباشر. وانت اخر اسمه back channeling cues اللي هو you communicate various meaning back to the speaker. يعني can you indicate your agreement or disagreement، يعني انت ممكن تمام. احنا بالعادة زي الهيد نودينج، انت بتحرك براسك للأسفل وللأعلى حتى تظهر انك انت you are agree with the person. or احيانا ممكن يعني تتطلع بعيدا عن الشخص كويس حتى تظهر له انك انت غير موافق مع الحديث اللي هو حكى. ممكن الناس تعملها في الحوارات اللي هي زي البيسينج. مثال اللي هو ask speaker to slow down،
اطلب من الشخص انه يعني هدي شوي، احكي ببطء عشان اقدر افهمك واسمعك، او clarification انت بتطلب من الشخص الاخر انه وضح المفهوم اللي بيحكي فيه، او احيانا ممكن تعمل interruption اذا كان في شيء مهم جدا وانت لازم الشخص المحاور. لا، الانتربشنز ممكن يعني تنطرح أثناء الحوار لتغيير التوبيك أو تغيير نوع الحوار أو نوع الموضوع في الحديث اللي هو البيزنس، أوكي، أو أحيانا لتصحيح مسار الحوار، أو أحيانا للتوضيح، أو أحيانا لإدخال معلومات مهمة في الحوار، أو أحيانا ممكن تعمل انتربشن حتى الحوار. الآن الباور أو المقصود في الباور يمكن حكينا لكم إياه فيما سبق فيما يتعلق بالكوميونيكيشن، إنه دائما الحوار بين بيكون أشخاص على نفس المستوى أو أشخاص أعلى من أشخاص أو أشخاص أدنى من أشخاص. الباورلس سبيتش كويس، أحيانا بعض التصرفات أو بعض الصفات اللي بتكون موجودة بالحوار بتدل على عدم قوة الطرح أو على عدم قوة الشخص المتحدث. مثال زي الهزيتيشن اللي هو التردد، بتلاقي الشخص متردد، بيحكي كلمة برد بيحكي أنا آسف، برد بيحكي يعني زي اللي بكتب وبيمسح الكلام اللي كتبه. أو أحيانا using too many intensifiers زي اللي بيظلوا يحلف والله يعملنا كذا والله يسوينا كذا، يعني استخدام الكلمات هاي والريبيتيشن أو المونوتونوس ريبيتيشن بدل على ضعف الشخص المحاور. أو أحيانا استخدام لك ديسكواليفايرز كويس، زي مثال I did not read the entire article but، إنه أنا والله ما اطلعتش على كل الموضوع لكن أنا يعني أنت الآن بتستخدم ديسكواليفاير زي البات هاي، تمام، حتى حتى إيش، حتى أو بتبين إنه أنت ما عندك القدرة على الحديث أو ما عندك التأكد بهذا الموضوع. أو أحيانا اللي هي التاج كويشن، مثال كويس إنه that was great wasn't it، تمام، الإشي هذا اللي شفناه أو الموفي اللي شفناه كان حلو، معقول إنه ما كانش حلو، تمام، فهذا يعتبر تاج كويشن بدل على انه هذا powerless speech. او احيانا self critical statement، انه دائما الواحد بيظل ينقد نفسه بطريقة سلبية. او احيانا استخدام السلانج والبلغر لانجويج اللي هي اللغة العامية واللغة الفجة خلينا نسميها، او التعابير السيئة او كويس او التعابير المتداولة بين الناس، هاي برضو كمان بتقدر للسبيتش. كيف ممكن نحسن الباور؟ avoiding self manipulation، يعني عدم استخدام الأشياء اللي صارت أو اللي حكينا عنها قبل شوي مثل الهزيتيشن أو اليوزنج السلانج والفولجر لانجويج. walk slowly and deliberately، احكي شوي شوي واحكي بوضوح ووصل الفكرة اللي بدك إياها. use facial expressions and gestures as appropriate، وهذا يمكن حكيناه ورح نحكي ان شاء الله في قضيه النون فيربال كوميونيكيشن، انه لازم يكون في congruency ما بين الفيربال والنون فيربال كوميونيكيشن. select chairs that you can get in and out of easily، يعني بمعنى اخر ما تحطش حالك بموقف محرج، تمام، حاول دائما انك انت تدخل على الحوار وتطلع منه من غير ما تقلل او من غير ما تعطي الشعور للاخرين بعدم أهمية دخولك وخروجك. لا، حتى تكون أنت اليد العليا في الحوار وحتى تكون أنت الشخص المهم في الحوار، you have to exert pressure، وهذا مهم إلنا ترى على فكرة وإحنا بنتعامل مع مرضانا، يعني لازم مريضك يحس إنه في عندك power وإنت قاعد بتحكي حتى يقدر يستوعب منك معلومة، تمام؟ كون متأكد إن المعلومة اللي أنت بتحكيها كويس، بين له أهميتها كويس، وأضف إلى ذلك إنه بين أهمية الالتزام بالكلام اللي أنت بتحكيه، خليك consistent بالحكي مع مريضك، لا تعارض حالك أثناء الحوار، يعني إذا سألك مثلا البروتينات كويسة بعد العملية؟ نعم البروتينات كويسة، مش ترجع تقول له والله البروتينات مش كويسة ممكن تعمل لك مثلا مشكلة البروتينات أو زيادة في البروتينات. كن واضح، كن صريح، ولا تعارض حالك ولا تخلي المسجات اللي انت بتحكيها تعارض
بعضها. هذا ملخص للconversation، إن شاء الله راح نرجع ونحكي فيه بشكل بسيط في محاضرتنا ولقائنا القادم.